مساكن حلوة وجميلة وكل حاجة، بس ما فيش إمكانيات المواصلات. غير المواصلات إحنا شايفين إن المكان حلو، برضو مش شايفين أسواق، محلات، الكلام ده. هل لما إحنا هنروح الحتة دي مثلا هتتعمر، هتبقى فيها الملتزمات اللي إحنا عايزينها، اللي هو زي مثلا الأكل، الشرب، المدارس، المستشفيات، الكلام ده؟ إحنا مش خارجين من هنا، إحنا مش خارجين، دي حياتنا هنا خلاص. احنا ناس تبوظها، بننزل من على سريرنا على شغلنا. هتوديني هناك هدفع لي كام؟ 300 جنيه وعيلة هيطلع صايع، هيطلع متشرد. انا بكلمك بصراحه، لان هنا لما جوه حضرتك عندنا في الزلزال، عندنا شباب صغيره مشيت من هنا قطه مغمضه، بقت في النهضه، بقت حاجه فظيعه. الناس شغلها هنا، عشان اروح واجي دخلت لي في 700 جنيه مواصلات. العداد اللي هناك عداد بالكارت، يعني على الاقل كده، وحطيت لي سخان كهرباء. ليه ما يدخلش غاز في مساكن زي دي؟ ليه يعني؟ ما مساكن جديدة وإحنا بنطور الناس، يعني يا مصر يا أم الدنيا، مش معقول تبني مساكن وما فيهاش غاز، تودي ناس بسطاء تحط لهم بوتاجاز بالسخان تدفع لها 400 جنيه، هي مش دريانة، هي فرحت بالشقة، إنما مش هتنور نور في الشقة، مش هتنزل شغلها. شفت المكان بعيد، ايه جاب لنا اتوبيسات تاني يلف بينا، لما اللي تستفرغ واللي تعمل واللي تتهبب، وداخت والنبي الناس داخت ووقعت في الاتوبيس، يبقى حرام. مش هنطلع من المنطقه، احنا مش عايزين نطلع من النهوض، ده مكان اكل عيشنا، واحنا مش عايزين نطلع من النهوض، عشان النهوض برضك ده مكان جدود جدودنا، واحنا مدرسنا وكل حاجه النهوض. هو دلوقتي التعويض قليل على الناس كلها، حلو. والشقه كمان، الشقه انا رحتها وشفتها وصغيره، ما ينفعش. وبعدين انا هنا قاعده ببلاش، يعتبر ما روحش ادفع فلوس، وبعدين هتاخد مني حاجه ببلاش، هتدفعني انا حقها ليه؟ وانت واخدها مني ببلاش هتدفعني؟ ما ينفعش. 300 جنيه ايجار ويزيد كل سنه 5%، حرام. المفروض ان انا ما ادفعش كل ده يعني. وفي ناس غلابه كتير قوي قوي قوي، يعني انا واحده جوزي ميت ومعايا 4 عيال، اصرف ولا اكل ولا شرب ولا اعمل ايه؟ انا عندي 63 سنه ومعايا 5 عيال، وعيلي معايا في نفس البيت اللي انا فيه هنا في المنطقه، ها، ودكانتنا دي ودكانتنا هناك اهي، فنروح فين يعني؟ هم الوقت هياخدوا مننا كنز، كنز هنا احسن حته في مصر، ملاقي ابو العيله اللي هي جنب الخارجيه وجنب التلفزيون وجنب الفنادق وجنب التحرير، وكل حته حلوه هنا. يدونا بقى ببلاش ويدونا حاجه ملائمه لينا، يعني حاجه تليق بينا، اللي احنا طالعين من احسن حته. احنا قاعدين هنا في الارض ديت بقالنا اكتر من 280 سنه، انا ورث البيت ده عن جدي، ومعايا عقد من المحكمه المختلطه من ايام فرنسا كانت محتله يا مصر. دلوقتي انا رحت المساكن زي ما قالوا، قال لك مساكن حلوه. المساكن الحلوه اللي بيقولوا عليها دي، الميه بكارت، دلوقتي الميه بتيجي ساعتين في اليوم، الميه اتقطعت عليا وانا بستحمى، اجيب ميه منين؟ استحمى بميه معدنيه اللي زادها ب 2 جنيه ونص، دي اول حاجه. تاني حاجه بقول لك الايجار ب 300 جنيه، طيب انت بتوديني في الصحراء اجيب لك منين ال 300 جنيه وانا راجل ارزوقي؟